السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة مختلفة، هقول لكم فيها رموز في المنام لو شاهدتها فأبشر فإنها تدل على تغير الحال. توجد العديد من الرموز الأحلام المشتركة التي يمكن أن تكون مرتبطة بفكرة التغيير في الحياة، وينبغي على الأشخاص أن يستخدموا هذه الرموز كمصدر للتفكير والتأمل في حالتهم الشخصية. ونبدأ بسم الله. المركبات في الأحلام، يمكن رؤية الناس يقودون سيارتهم، أن يكون هناك شخص آخر يقودها. قد لا يكون الحلم يعني أن الشخص يرغب في شراء سيارة جديدة، بلا قد يرمز إلى القلق حول الاتجاه الذي يسلكه. الاحتجاز، هذا الحلم يصف شخصية ما عالقه وغير قادر على التحرك، حيث يشعر بأنه أقدامه محصرة بشعور بالعجز. قد يحدث هذا الحلم عندما يشعر الشخص بالإحباط ويشعر بأن هناك عوائق تعيق تقدمه في الحياة، ويمكن أن يكون دلالة على الرغبة في التغيير والتحرر من القيود المتحددة والمطاردة. في هذا الحلم يكون هناك شخص يطاردك بشكل مستمر وتشعر بأنه يقترب منك. يمكن أن يحدث هذا الحلم عندما يكون هناك ضغط أو قلق في الحياة الشخصية، ويشير إلى تغلبه في تحدياته والهروب من المشاكل التي تراودده. الموت، على الرغم من أن أحلام الموت قد تبدو محبطة، إلا أنها لا تعني بالضرورة الموت الحقيقي. قد يشير الحلم بالموت إلى بداية جديدة في الحياة الشخص، حيث يشعر بالحاجة إلى تغيير جوانب معينة في حياته والتخلص من القيود القديمة. الامتحانات، يمكن أن تشير هذا الحلم إلى التوتر والضغط النفسي، وقد يحدث عندما يكون هناك شك في القدرات الشخصية أو القلق من عدم النجاح في الإنجازات الحياة، ويشير الحلم إلى الحاجة إلى الثقة في القدرات الذاتية والتغلب على التحديات. الوحوش، قد تكون أحلام الوحوش مخيفة، ولكنها قد تكون رمزا لتغيير شيء ما في الحياة. قد يشعر الشخص بالرغبة في التحرر من المخاوف والعقبات التي تعيق تقدمه والشعور بالثقة في مواجهة التحديات. المباني والمنازل، يعتبر الحلم الذي يتضمن مباني أو منازل رمزا لعمليات التفكير تمثل الغرف الفردية داخل المباني، الذكريات والعواطف الشخصية. وقد يشير هذا الحلم إلى الحاجة إلى إعادة التقييم والتفكير في القضايا الشخصية والعاطفية والعلاقات. دي تكون نهاية حلقة النهاردة عن الرموز في المنام تدل على تغير الحال. أتمنى تكونوا استفدتوا منها وتكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.